طيب انا كنت عملت لكم فيديو كنت بكلمكم فيه عن السي تي ان وازاي تختار افضل استثمار عقاري مناسب ليك، وكمان كلمتكم في الفيديو ده اللي هيظهر الاي بتاعته مش عارف هتظهر هنا ولا هنا، على ازاي تقيم المشروع العقاري التجاري تحديدا اللي تشتري عقارك فيه. وكمان اما عملت لكم الفيديو بتاع الارقام والحسابات وازاي بنحسب ارباحنا من الاستثمار العقاري، عملت لكم التطبيق العملي على وحدة كانت محل في الفود كورت في احد افضل الاماكن اللي انا كنت شايفها من وجهة نظري وما زلت شايفها من وجهة نظري هي واحدة من افضل الاماكن اللي ممكن تستثمر فلوسك فيها في العاصمة الادارية. وعدتكم ساعتها ان انا هعمل فيديو بتكلم فيه اكتر عن المشروع ده. فحبيت استغل الفرصة ان انا موجود النهاردة في شركة ارقى ومعايا الاستاذ احمد البدوي او احمد بدوي صح؟ بالظبط. هو هيكلمنا اكتر عن مشروع اي بزنس بارك من ارقى. فتعالوا بينا نسمع احمد هيقول لنا ايه وهيكلمنا ازاي عن المشروع، وتعالوا نقيم المشروع ده بناء على المعلومات اللي هو هيقولها بنفسه. معاكم احمد لطفي، ما تنساش تخبط لايك للفيديو وشير للفيديو، ولو انت على اليوتيوب ومش مشترك في القناه انزل حالا اشترك في القناه وشغل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي اول ما تنزل، ويلا بينا نتعرف اكتر على اي بزنس بارك. منورين الدنيا. اولا عايزك تعرفنا كده، انا هسالك ست نقط سريعه جدا عشان ما ناخدش من وقتكم كتير وكمان ما ناخدش من الساده المشاهدين وقت كبير. طيب. مين ارقى؟ طيب اول حاجه هنتكلم على الديفلوبر الاول. شركه ارقى هي ككيان موجود في المجال العقاري من 2007، ممثله في رئيس مجلس الاداره مهندس محروس الزيني صاحب مجموعه مولات الزيني، دي موجوده اوريدي في التجمع الخامس على 90 الجنوبي زي المقر اللي معاليك منورني فيه دلوقتي النهارده، مبنى 311 على شارع 90 الجنوبي. في اكتر بمبنى تاني موجودين برضو على 90 الشمالي في القطاع الثالث ما بين 90 الشمالي والجنوبي. فالشركه الحمد لله عندها سابق اعمال في الاداري والتجاري، النهارده متاجره بالكامل. احنا ما كناش ميالين اكتر لحته البيع، كان على طول الهدف بتاعنا الليزنج فقط الايجار، وده حتى ظاهر حتى في مشروعنا اللي احنا هنتكلم عليه في العاصمه الاداريه، احنا ما بنبيعش المشروع كله بالكامل، فهيبان فيه كام تفصيله كده ان شاء الله هنتكلم عليها. فده اولا ككيان ارقى كشكل اداري.